بسم الله الرحمن الرحيم. فالجامعة التكميلي مر في ظروف لي جيدة مع جميع المنخرطين والمسائل. تم عرض التقرير المالي والأدبي ديال لا سيزون 22-23 وتم المداولة ديالو والأجواء ديالو كانت جيدة جدا. الله نتمناو في الله الخير. حنا دابا كنديرو جميع الأشياء اللي لازمة، لا لوجيستيكيا ولا اون تيرم دونفيرونمون، كل شيء باش ان شاء الله نكونوا شامبيون ان شاء الله. كلمه الشكر لا زعما كبيره بزاف، زعما بالنسبه للناس اللي لعابه ولا ستاف تكنيك ولا الاداريين، كاع الناس هادو تقاتلوا معنا زعما لا فيريتي. وكنشكرهم من هذا المنبر هذا، وكنشكرهم بزاف لان ما زعما حتى كلمه الشكر قليله في حقهم. داروا معنا واحد العمل اللي هو جبار، كما حتى حنا دايرين جهدنا واكثر من الجهد ديالنا باش ان شاء الله نفوزوا باللقب ونسالوا فرحان ان شاء الله الشامبيون ان شاء الله. ان شاء الله نتمنوا في الله ان بعدا يكون عندنا لوتوريزاسيون باش ان البوبليك ديالنا يكون ان شاء الله في وجده ان شاء الله الرحمن الرحيم. ونتمنوا في الله تكلل هذه المجهودات كامله ديال هذه السنه كامله بواحد الفرحه اللي هي عارمه ان شاء الله الرحمن الرحيم. الوضعيه الماليه كما كيعرف الجميع هو راه فريق الرجاء فريق اللي هو شفاف كما كيقولوا. دونك الوضعيه الماليه حنا كنسي دو باش انا نوغمونتي لو ريسيت ديالنا باش انا ندير بزاف المسائل، ولكن او ميم طون كاين واحد لو بوان اللي هو تري امبورطون اللي هو ديال البوبليك اللي اثر بزاف على الميزانيه ديال الفريق. ان مونطون لي بلوز او موان اوتور ديال واحد 30 مليون دو درهم. دونك هذه ماشي سهله، حنا كنحاولوا نتغلبوا على هذه الصعوبات هادو ونتمنوا في الله الخير في السنه المقبله ان شاء الله. الى تحل لنا ان شاء الله الاستاد العربي الزاوي ان شاء الله يكون شي حاجه ان شاء الله مزيانه. بيان سور بيان سور، هو التتويج هي كما كيقول لك ليكيب ا سي توجور لا فيترين ديال الفريق، وهذيك لا فيترين الا كانت بان كاين فيها الالقاب والاجواء رائعه ودوك المسائل راه ضروري لي سبونسور ساسوي. دونك سي اوتوماتيك، حنا راه خدامين بدينا خدامين لا سيزون بروشي ان شاء الله اترافير دي سبونسور جداد اللي غادي يخدموا معنا على السنه المقبله ان شاء الله الرحمن الرحيم. وهذا ما كاين، دونك بدينا خدامين عليها. كاين واحد لوغمونطاسيون اللي هي كونسيديرابل في الموارد ان شاء الله ديال السنه المقبله، وكنتمنوا في الله انه يزيد مازال هذا التشويج هذا ما يزيدنا الا حافز باش انا نقلبوا على موارد اخرى ان شاء الله في الله. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوجه المغربيه للالعاب والرياضه. MDGS نربحوا الرياضه.